اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق معاكم سالي فؤاد. النهارده ان شاء الله هنعمل كذا وصفه ان شاء الله يعجبوكم جدا، ومعايا مفاجاه في الحلقه. مش هستنى بصراحه اقول على طول، هيبقى معايا ان شاء الله ضيفه خسّت اكتر من 20 كيلو قرب ال 30 كيلو تقريبا على ال10 نصايح، ومبسوطه جدا انها هستضيفها معايا. وحابه اقول لكل الناس احنا طبعا على الهوا، اللي يحب يكون معايا في حلقه يا ريت يتصل. اللي جرب ال10 نصايح وخس عليهم كتير قوي بعتولي على الفيسبوك، واللي يحب برضو يتصل ويبلغ يا ريت. اللي عنده سؤال عن الدايت او عن اي مشاكل بتواجهه في الحلويات عموما او في الطبخ عموما يتصل. الاطفال اللي من سن 7 سنين ل 13 سنه يا ريت يكونوا معايا في حلقات، وخصوصا الاطفال كمان اللي عندها عيد ميلادها يجوا يزينوا معايا تورتتهم. طيب اول وصفه انا معايا وصفه مميزه جدا، وهي فتت الفور سيزن. انا اخترعتها الحقيقه، يعني مفيش حاجه اسمها فتت فور سيزن، بس يعني طب وليه ما نعملش الفته فور سيزن برضو، يعني فكره. فهقول لكم المقادير اللي معايا. هيبقى معايا طبعا عيش اسمر شامي بيتباع، القمح الكامل هنقطعه وهندخله الفرن، انا مش عايزه نحمره خالص عشان بيشرب زيت كتير جدا. هيبقى معايا بتنجان مشوي، حمص، صدور فراخ مسلوقه، ومشروم، ولحمه مفرومه. ودول هيشكلوا معايا الاربع اصناف. ده هيبقى فيه زينه في النص، دي زياده فزي ما تحبوا. هيبقى معايا برضو رمان يدي لون حلو، وهيبقى معايا لوز محمص. زبادي بقى معايا كيلو زبادي، يا ريت لو نجيبه لايت. هيبقى معايا توم مفروم على الكيلو، نص كوبايه طحينه، وهيبقى بودره توم، وهيبقى معايا خل. بس كده اول حاجه عايزه اعملها العيش ده، عايزه اقطعه علشان ادخله الفرن. هنقطعه ازاي؟ اسهل طريقه اتعلمتها من حماتي هي ان احنا نقص كده بالمقص مش بالسكينه، بتبقى سريعة جدا. بقص كده وبتسهل عليا قوي بقى، شايفين كده على طول الواحد يروح عامله، يجيب الصينية عشان احط عليها على طول. الصينية اصغر شوية. عايزين نعود نفسنا على قد ما نقدر ان احنا ما نحمرش. التحمير ده بيشرب زيت كتير قوي، من غير ما بنشعر بنخش في كم من الدسم والسعرات اللي احنا مش واخدين بالنا قد ايه بتزيد من تحميره. بس غير ان اللي متحمص برضو حلو، بيدي قرمشه حلوه جدا. انا عايزه اجاوب على شويه اسئله. جالي سؤال من بيبا عادل: من فضلك يا سالي، سكر بني هو نفسه سكر دايت وشكرا. طيب هل سكر البني هو نفسه سكر الدايت ولا لا؟ لا، هو مش نفسه. السكر البني اللي هو المفروض السكر الطبيعي قبل ما بيخش في عملية ريفايننج او تكرار معين، يعني ما بيتبيضش، ما بيتحولش لسكر ابيض. فالمرحله دي السكر ده لسه بيبقى طبيعي الى حد كبير، طبيعي، لكن سعراته اقل. لا، سعراته مش اقل، يعني سعراته يمكن اقل حاجه لا تذكر، مش محتاجين. فهو بيعلي سكر الدم برضو وكل القصص دي، ما يعني ما يحسبش دايت، نقدر نقول بس ان هو صحي اكتر. الدايت اللي هو سكر يا اما اللي بنشتريه الاقراص، يا اما السكر اللي هو البودر، هو ده الدايت. طيب وانا بقص كده برضو عايزة اعمل ايه؟ عايزة ابتدي على المشروم وعلى الحمص، تسخينة بسيطة جدا، بس عشان مش عايزة احطه ني او مش عايزة احطه مختلف عن الباقي، بحيث كله يبقى مية واحدة.
المشروم برضو فكرة جديدة كفتة، مفيش حاجة اسمها دايما نعمل الحركة دي، روح قافلة البتاع. مفيش حاجة اسمها مشروم في الفتة، لكن ليه ما نحطهوش؟ الفتة أصلا حاجة مفيدة قوي، زبادي، العيش الأسمر، يعني لو عملنا طبعا العيش الأسمر، في بقى البروتينات الحلوة، الحمص من البروتين الجميل جدا النباتي الحلو قوي، معانا البتنجان برضو لو مشوي هايل، مفيهوش سعرات خالص، وكم الألياف اللي جواه كبيرة كتيرة بتشبع وفايدته رهيبة. الرمان، اللوز مثلا، وخصوصا لو ما كانش بقى متحمص يبقى احسن كتير. طيب هحط بقى معلقه زيت واحده وتوم، هنا معلقه زيت وهنا. معانا تليفون، عمر. يا عمر الو، ازيك يا عمر؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. انت من اي بلد؟ انا من انا. من انا، اهلا بيك. عندك سؤال؟ عندك سؤال يا عمر؟ الو؟ لا ما تقولوش، التليفونات النهارده برضو فيها مشكله. لا لا، يبقى هو قفل. معانا شهد. الو، يا شهد. ايوه ايوه يا شهد، ازيك؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك جدا جدا. الله يخليك يا حبيبتي. قولي عندك كام سنه؟ انا وماما جربنا كتير قوي من وصفاتك. طب قولي لي جربتوا ايه بقى؟ قولي. جربنا اللي هي البيتزا والصلصه بتاعت البيتزا، طلعت رائعه. الحلقه اللي اتذاعت تقريبا من اسبوع، صح؟ ايوه. طب حلو جدا. وعملتي، حطيتي ايه فوق البيتزا؟ عملتيها بايه؟ انا عملت يومها حاجات كتير، وصفات يعني كذا. انا نفسي قوي تستضيفيني مع حضرتك في يوم. طيب حاضر. انت قلتي لي سنك كام سنه؟ ايه؟ قلتي لي سنك كام سنه؟ عندك كام سنه قلتي؟ الو، ايوه سامعاكي. عندك كام سنه؟ انا عندي 12 سنه. 12 سنه. طب خلاص هسيبك لهبه تاخد بياناتك علشان تكوني معايا ان شاء الله. شكرا على الاتصال. اللي ما شافش حلقه البيتزا لازم يشوفها على يوتيوب بجد. عملت حلقه كامله عن البيتزا، عن العجينه، ازاي نعملها بطريقه سهله جدا من غير ما نتعب نفسنا في عجن وشغلانه. الموضوع ممكن يتعمل بسهوله قوي قوي. بعمل الموضوع ده معايا مع الطلبه برضو في المدرسه، وفعلا بينبسطوا جدا، خصوصا لما بيشوفوا العجينه بتنفخ قدامهم، بتبقى حاجه ممتعه جدا. وعملت برضو الصلصه، انا حطيت هنا صلصه البيتزا في الحلقه، اقصد بقى هنا انا حطيت معلقه زيت، معلقه ثوم مفروم للاثنين، كل واحدة معلقة، معلقة زيت، معلقة ثوم، ويدوبك الحمص المسلوق خلاص. هنا المشروم بيدوبك تشويحة بسيطة جدا، مش هضيف نكهات، يعني يدوبك ملح وفلفل، لأن أنا معايا كذا اتجاه نكهة في الطبق ده، هيبقى غني جدا، وفي نفس الوقت الزبادي هيديني نكهة حلوة قوي، لأن هو أساسه بيبقى الثوم والخل، بيدي شغل جامد قوي، فانا مش عايزه اي نكهات، اي توابل تانية ما تتحطش، ده كفايه قوي. ومع العيش المحمص بقى بيبقى شغل جامد جدا. معانا شهندة. ايوه يا شهندة، ازيك يا طنط؟ انا بحبك قوي. شكرا يا شهندة. على فكره احنا جربنا كتير قوي من وصفاتك. اللي يكلمني ويقول لي جربت يقول جرب ايه؟ قولي بقى. جربنا صلصه الجير المزقيل. طب حلو قوي. عرفتي تعملي كذا لون؟ الو، عرفتي تعملي كذا لون منه؟ طب حلو جدا. وعملتي بتقولي ايه كمان؟ البراونيز. عملنا البراوني. طب حلو قوي، طلعت طعمها حلو؟ جدا. طب كويس. عملتيها اللي بالشوكولاته السايحه ولا اللي هي بالكاكاو؟ لا، بالشوكولاته السايحه. يبقى انت عملتي الوصفه اللي انا بحبها قوي، اللي هي المميزه جدا اللي انا كاتباها على الموقع، صح؟ طب ممكن بس اختي تسلم عليكي؟ خليها تسلم عليا. الو، ايوه
ايوه. طب سهيل، انا بحب حضرتك قوي. الله يخليكي يا حبيبتي. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي هاجر. اسمك هاجر، اسم جميل قوي. انا اسمي هاجر بس بحب حضرتك جدا. وانا بحبكم جدا جدا، ويعني لما بتتصلوا بفرح جدا. ممكن نبقى نطلع مع حضرتك في حلقه؟ اكيد طبعا. هسيبك لهبه بس ما تقفليش. ماشي يا فندم. ماشي. الو، مين معايا؟ الو، ايوه مين؟ ايوه هو احنا طم سالي قالت لي ما تقفليش. ايوه هبه، خديها هبه. ايه؟ هبه هتبقى معاكي دلوقتي عشان هتاخدك، علشان تاخد منك بياناتك. انا بقولك ما تقفليش علشان تفضلي معاها، علشان هتاخد منك البيانات انتي واختك عشان تظهروا معايا. طيب بصوا بقى، انا قطعت اهو العيش، هدخله، ما حطيتش معاه اي حاجه، هدخله الفرن بس يتحمص. ده خلاص الحمص، خلاص المشروم، خلاص يا دوبك الفراخ دي هقطعها شرايح وخلاص. روحوا الفاصل وترجعوا لي تاني نكمل مع بعض الوصفه. اهلا بيكم معايا من الفاصل. هفكركم عملنا ايه. احنا ابتدينا نعمل فتت الفور سيزن، اللي هي اختراع وهمي وان شاء الله يعجبكم. عباره عن هيبقى معايا حمص، معايا مشروم، ودي تكه جديده، هيبقى معايا لحمه مفرومه وبتنجان مشوي، وهيبقى معايا فراخ. طيب انا بقطع الفراخ، صدور الفراخ بيبقى اقل دسم، ومسلوقه سلقينها طبعا مع بهارات، حاطين بصل، حاطين حاجات كتير كده في الشوربة عشان تدي طعم. بس نقطعها كده وهسيبها بقى على جنب على ما العيش اللي بنحمصه في الفرن يتحمص حلو معانا. هبتدي بقى اعمل معاكم وصفة تانية هبتدي بيها دلوقتي على طول، مش في الاخر زي ما متعودين نعمل الحلو، علشان اتمنى انها تلحق تستوي في الفرن قبل ما نخلص. هتبقى كيكة الكريمة اللباني، دي كيكة مميزة وليها نكهة خاصة جدا، ما فيهاش زيت، ما فيهاش زبدة، ما فيهاش لبن، هي بس بالكريمة اللباني. من الكيكات اللي بحبها لان فعلا ليها قوام ونكهة خاصة، وهوريها لكم دلوقتي. الكيكة دي مقاديرها كوباية كريمة لباني يعني 200 جرام، 3 بيضات، كوباية سكر يعني 200 جرام، كوبايتين دقيق يعني 250 او 260 جرام، ومعانا شوية فانيليا، نص باكو بيكنج باودر، للي يحب ممكن يحط شوية قرفة بس مش لازم، للي يحب بس، بتدي نكهة حلوة قوي مع الكريمة بس مش لازم خالص، من غيرها حلوة برضو، ورشة ملح بس كده. كل اللي انا هعمله هضرب البيض. في بقى طريقتين، يا هنضرب البيض مع السكر بالمضرب الكهربائي اللي هو بتاع البيض، ممكن بيدي شويه هواء اكتر في الكيكه، وممكن من غير، يعني اللي يحب يعملها كده ممكن، واللي يحب يعملها كده، هي في الاخر بتطلع حلوه وخلاص، بس المضرب الكهربائي بيدخل شويه هواء اكتر، بس هي بتطلع برده حلوه. انا بس بطمنكم ان هي بتطلع حلو. بصوا بتضربوها بس كده اهو من غير مضرب كهربائي، وبدخل الكريمة اللباني، لان الوصفة دي مش العامل الاساسي بتاعها البيض مع السكر زي السبونج، لا العامل الاساسي فيها دقيق كافي، واللي بيرفعها ايه؟ البيكنج باودر. بيكنج باودر بنحطه على الدقيق اهو، يفضل لو بيكنج باودر معاه محسنات بيفرق. وبحط بقى الفانيليا الغامقة، بتدي نكهة رهيبة.
يعني لاحظت في نوع مستورد بقى ينزل للسوق، في نوع مصري بقى احلى منه وتلاقوه عند العطارين الكبار. رشه ملح، واهو الدقيق مع البيكنج باودر، بنقلبه وخلاص كده الكيكه خلصت. وسهله جدا، يعني ايه وصفتها؟ كوبايه كريمه لباني، كوبايه سكر، 3 بيضات، وكوبايتين دقيق، يعني 250 جرام. مقاديرها حتى سهله قوي تتحفظ. رشه ملح ونص بيكنج باودر. معانا هلا. ايوه يا هلا. ايوه ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. بحب حضرتك قوي يا حبيبتي، ميرسي جدا. قولي لي، عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ الحمد لله. عيد ميلادك امتى؟ انا عملت مع حضرتك البسكوت اللي بالعسل الاسود وعملت التارت. شطوره. البسكوت اللي كان معروض الاسبوع اللي فات؟ نعم. البسكوت اللي كان معروض الاسبوع اللي فات في حلقه الاسبوع اللي فات. طب حلو قوي، طلع طعمه حلو؟ طلع طعمه حلو؟ الحمد لله كويس. طب الحمد لله. طب انا عايزه اشترك مع حضرتك. عيد ميلادك امتى؟ عيد ميلادك امتى؟ 21/9. طيب اوكي، هسيبي بياناتك عند هبه، هتاخد منك البيانات دلوقتي وان شاء الله تيجي معايا لو كان قبل او على عيد ميلادك ان شاء الله. شكرا على الاتصال. انا معايا قالب اهو ودهناه، يا ريت لو قالب فاتح، بيفرق جدا في الكيكات جدا. القالب الغامق بيحرق وبسرعه لو احنا ما ظبطناش الفرن. عايزه بقى اجيب حاجه بس انزل بيها. برضو انصح دايما باداه كده تكون بتنزل معانا علشان ما نسيبش حاجه في ال... بصوا بتنضف جدا يعني، اسهل لنا كمان في المواعين، ومنها عشان حرام ما نرميش حاجه. بصوا بتنضف ازاي لحد كبير جدا عن لو نزلنا بمعلقه. خلاص كده الكيكه قوامها يعني مش سايله قوي، وبدخلها الفرن على 180 درجه لمده على حسب القالب، يعني بتاخد تقريبا من نص ساعه لساعه الا ربع على 180 درجه. شوف بقى هنا العيش، انا شايفه هسيبه شويه بس كده على نار اهدى، يعني هديت شويه عشان ما ايه ما يتحرقش. عايزه اوريكم بقى الكيكه شكلها عامل ازاي. اهو نفس المقادير، ممكن تضعفوها وتعملوا بقى منها تورته. بصوا عامله ازاي. هشه جدا. هعمل ايه بقى؟ هعمل لها شويه زينه بقى صغيرين، زينه بسيطه قوي. يعني عايزه مثلا نضف بس الاول عشان اعرف احط الزينه. معانا هانيا. الو الو. ايوه يا هانيا. الو. ايوه يا هانيا سامعاك. الو ازيك. ازيك عامله ايه؟ سامعاك يا هانيا. الو سامعاك. طيب معلش حاولي تتصلي بقى تاني. بصوا يعني دي فكره بقى انا هحط عليها يعني يدوبك تلميع بسيط، بس هي مش محتاجه كتير علشان هي اصلا يعني مش من الكيكات الناشفه، دي كيكه طريه. حتى تلاحظوا في نزلتها من القالب الشكل بيبقى كده، ما بيطلعش بالظبط، بيبقى شويه في القالب، ده معناه ان هي كيكه طريه. لما بتنزل حته واحده مظبوطه جدا بتبقى لحد كبير كيكه متماسكه. يدوبك كده علشان ايه اعرف امسك عليها
الفاكهة اللي أنا عايزة أحطها بالشكل ده، يا دوبك حاجة بسيطة. معانا أميرة، أمينة، أمينة. ألو أمينة؟ ألو؟ أيوة أمينة. ألو؟ أيوة سامعاكي. عاملة إيه حضرتك؟ الحمد لله، أنتي اللي عاملة إيه؟ كويسة؟ متعرفيش حضرتك أنا بحبك قد إيه والله، وبتفرج على حضرتك من أول ما البرنامج بدأ. الله يخليك يا حبيبتي، ميرسي جدا. وبتتفرجي على الميعاد اللي هو الساعة 3 ولا بتتفرجي على الإعادة اللي هي الساعة 1؟ قطع. طيب حاولي تكلمينا تاني. أنا هحط بقى عليها كده شوية كيوي حوالين داير. دي فكرة مختلفة للتقديم، بحب دايما أنوع في شكل التزيين عموما، تزيين التورات والتقديم نفسه. وممكن نحط بقى من تحت شرايح الفراولة، ومنها كده ما حطيناش كريمة برضو المرة دي، لأن هي أصلا جواها كريمة، بس مش معنى إن جواها كريمة تبقى دسمة، لا، لأن مش حاطة زبدة ولا حاطة زيت، فهي مكان الزبدة ومكان الزيت ومكان اللبن. واحدة تانية. طيب هحط بقى من تحت هنا الفراولة كده، شايفين عاملة ازاي؟ حوالين داير. وهنروح لفاصل ونرجع نقدم مع بعض الفتة، ونعمل هنعمل كمان مع بعض الشاي بالليمون وفي تكة زيادة، وهنعمل مع بعض سلطة حلوة قوي بالرمان إن شاء الله، ومعايا الضيفة. تاني من الفاصل، وانا معايا دلوقتي ضيفه جميله، اميره. ازيك يا اميره؟ اهلا بحضرتك. عامله ايه؟ انا بس بقدم كده حاجه بسيطه جدا كده. ميرسي. البروجرام والكوكيز حاجه. طب قولي لي بقى ده ايه؟ ده لازم حضرتك تفتحيها. طب خلاص قولي لي ده ايه؟ ده كوكيز بزبده الفول السوداني، انا اللي عاملاه. هايله، دي وصفه انت وصفه انا اللي اخترعتها شويه. طب انا بشجع جدا الناس اللي بتخترع الوصفات بجد. طيب هايله، هدوق واقول لك رايي. ميرسي، شرف. ميرسي جدا. قولي لي بقى انت خسيتي كام كيلو بالظبط، وكنتي كام؟ 28 كيلو. 28 كيلو. 28 كيلو. وصلت لمرحله ان بقيت بلبس 26. اوكي. سايز امريكاني. يعني وصلت لمرحله خلاص. فابتديت بقى قرار. يعني قولي لي بالظبط، يعني انت عملتي ريجيمات يعني كذا ريجيم؟ انا من زمان جدا وانا بعمل دايت، يعني واحد وهو صغير، بس كل مره بيبقى فيه هبوط، كل مره بيبقى فيه دوخه، حته اللي هي السكر بتاع الدم لما بيعلى ديت، لان انا كنت بفطر غلط، فالكلام ده كله كان بيخليني ارجع تاني. ترجعي تاني طبعا. انت لما فهمتي تكه السكر والكلام ده كله بيفرق ازاي؟ فرقت كمان بحاجه تانية مهمه جدا، ان انا مريض صداع نصفي. اوكي. فانا عايزه اقول ان العشر نصايح دي، يعني من الاساس ان انا كنت عايزه اجي البروجرام. ايوه. ان العشر نصايح دول فادوا جدا، نزلت عدد النوبات بنسبه 80%. بجد؟ لان انا عندي مرض، عندي 7 سنين، فانا دي كانت حاجه مهمه جدا. الميه، النشويات، البيضة، نشويات البيضة كارثة يا جماعة. سموم، أنا بسميها سموم البيضة. فعلا دي حقيقة. الملح والدقيق والسكر دي سموم. دي حقيقة. تعالي تعالي، رايحة فين؟ هتكملي دلوقتي، بس أنا هقول أنا هحط إيه. أنا على الزبادي بس عشان الفتة، هنحط نص كوباية الطحينة، وهنحط الخل. أنتوا بقى على حسب مزاجكم في الخل، بتحبوه كتير قليل، أنا بحبه كتير. توم وبودرة التوم. وهبتدي اكمل انا في تزيين الطبق. احنا خلاص عرفنا مقاديره كلها، مفيش اي حاجه مختلفه، انا بس هقدم بقى الحاجه على الطبق، ارصها واميره بتحكي لي بقى تكمل. انا مبسوطه جدا بالكلام بتقولي ده، بجد ده جامد قوي.
انا فعلا عن تجربه جربت كتير جدا دايت واسيب وارجع تاني اسيب وارجع تاني. كان الدايت انت كنتي يعني اختراعك ولا كنتي بتقري مثلا؟ لا كنت بقرا وبنزل الدكاتره والدكاتره كمان مش كلهم فاهمين تغذيه يعني البوينت ان الدكتور يبقى فاهم تغذيه دي يعني بتفرق جامد جدا. تقصد يعني دكتور متخصص في حاجه ثانيه تغذيه مش واخد الدايت يعني وظيفه. وبعدين ابتديت ان انا اقرر ان انا لازم امشي بقى في الدايت. لبسي بتاع زمان ما بيتلبسش، كل حاجه عندي باظت، الصداع ما بيسيبنيش، المجهود ما فيش، ما هو كل حاجه جسمه كله بيبقى تعبان قوي، كل حاجه بايظه، ما فيش نشاط، مش قادره امشي، مش قادره اخد نفسي. غير الاكل الغلط، يعني السمنه مع الاكل الغلط، يعني دي الابيض بيعمل عبء رهيب على الجسم، هو والسكر. فابتديت اخد العشر نصايح من حوالي تقريبا 6 شهور بالظبط، نزلت فيهم 28 كيلو بالظبط. هايله. زيي انا برضو في 6 شهور 25 كيلو، فنفس المعدل. ال 18 الاولانيين نزلتهم تمام، ابتدى الجسم يقف شويه. فبرضو دي حاجه بتعمل احباط كتير، فحته ان انا ادخل وقف وانبا. امتى؟ على اني توقيت تقريبا؟ بعد تقريبا 3 شهور. بعد 3 شهور طبيعي قوي، علشان الجسم ساعتها بيبقى اتعود شويه على نمط، غير اكيد كانت على دخله الشتاء. دخلت الشتاء وقفت حرق جامد جدا يعني، بس انا يعني كان عندي بوش ان انا اكمل. يعني انا شايفه ان في فرق، بالذات لما الواحد بيشوف فرق في الهدوم بالذات تفرق جامد جدا نفسيا طبعاً. وكل حاجه طبعا. وبعدين ابتديت بقى ابتدي الوصفات بقى بتاع يعني وصفات من حضرتك ووصفات من عندي، ابدل كل حاجه يعني. ابتديت ابدل كل حاجه، اي حاجه بحبها بقيت اعملها انا. حلو جدا. ما هو ده ان الواحد هي مش رجيم معين، انت بتعملي بقى اللي نفسك فيه. اي حاجه، انا بعمل كوسه بشاميل دايت بالدي الاسمر اللي هو اللي هو السايب شويه، مش اللي هو فيه القشور. ابتديت احط بقى وصفات الحلو وبعملها في البيت، يعني اليوم الفري اللي انا هاخده هعمله انا بنفسي. هايله. مش هاخد بره، مش هعمل من بره، لان انا ضامنه السعرات اللي انا هاخدها. فدي حاجه بتفرق جامد جدا، لان طبعا اللي انا ضامنه الحاجه اللي انا حطيتها. انا ضامنه السكر قد ايه. معانا تليفون ازهار. الو. ايوه يا ازهار، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي، ازي صحتك؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. اتفضلي. تسلم ايديكي. تسلمي. كل حاجه بتعمليها، كل حاجه ذوق فيها وجميله فيها. الله يخليك يا رب، دي شهاده اعتز بيها والله، كلامكم ده يعني بجد بيسعدني جدا. لا حقيقي يعني مش مجامله، انا مسمياكي سنيوره سي بي سي. الله يا ميرسي جدا. والله على الكلام الحلو ده. ربنا يخليك. حضرتك عندك سؤال؟ بسلم عليكي. الله. بسلم على أميرة نفسك الجميلة اللي خست دي، عقبال يا رب اما اخس زيها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يا رب ادعي لي اخس شوية عشان عندي بطن بس. طب لا دي بسيطة، دي شوية رياضة وبرده ايه نظام الاكل لما يبقى مظبوط ان شاء الله هتفرق معاكي كتير. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. تسلم ايدك يا حبيبتي. الله يسلمك وميرسي جدا. ممكن ابعت اهداء لبنت اختي؟ طبعا اتفضلي. ربنا يخليكي. جانا حسام شفشق، تمت 15 سنه. انا بقول لها عقبال 100 سنه يا ربي، ورجع لك مامتك بالف سلامه ان شاء الله. يا رب ترجع لها بالف سلامه وكل سنه وهي طيبه. ربنا يخليك يا رب، ومتشكره قوي على كل حاجه بتعمليها جميله، تسلم ايديكي فيها. تسلمي لي يا رب، وميرسي جدا على المكالمه الحلوه دي. الف شكر. ميرسي قوي. طيب انا حطيت اهو، بصوا بحط ايه؟ بحط اهو الاربع اصناف، بحطهم كده بشكل يبان ان هم على شكل فور سيزون بالشكل ده، وهحط اخر حاجه بس الفراخ هنا، والرمان اخر حاجه هوزعه هو، واللوز المحمص هنوزعه دلوقتي. شايفين عامله ازاي؟ طبق اظن مختلف جدا ويبهر اي عزومه، وفي نفس الوقت ما تقوليليش بيتخن خالص، ما فيهوش اي حاجه بتتخن، بس يا ريت ما تقوموش من على الطبق وانتوا شبعانين جدا، لان ده سر برضو ان الواحد يخس. صح يا اميره؟ ده حقيقي. صح ده حقيقي. احنا لازم نروح بس الفاصل ونرجع نكمل. معاه انت لسه معايا على فكره. طيب. بعد الفاصل اشوفكم. بعد الفاصل
اهلا بيكم معايا من الفاصل. وافكركم معايا اميره اللي خست 28 كيلو وهي هتكمل معايا تقول ايه تجاربها كلها وايه اللي حصل بالظبط. بس قبل ما تكملي يا اميره هقول بس السلطه اللي هنعملها، سلطه فيها جرجير واللي يحب يبدلها بسبانخ ينفع، معانا الرمان، معانا جبنه الفيتا اللي هي الجريكي اللي هي بتبقى متماسكه عشان كده هي بتبقى مختلفة الجريكي دي، للي عايز يستبدلها بجبنة بيضة براميلي ممكن مفيش مشكلة، بس الجريكي فيها منها بقى بتتباع في سوبر ماركت وفي منها اللايت، البراميلي عالية قوي في السعرات. معايا دبس رمان، ليمون، هيبقى برضو زيت الزيتون، هحطهم مع بعض وأنا بخلط الحاجة. معايا بصل أحمر محطوط في خل تفاح، معايا عين جمل، ومعايا برضو نفس العيش اللي احنا استخدمناه في الفتة. يا هشام عايزاك تجيب برضو على الفتة علشان يشوفوا بعد ما خلصت، لان كنت بعملها في النهاية ما كانتش باينة. الفتة حطينا فيها الاربع انواع، حطينا الفراخ، حطينا الحمص، وحطينا المشروم، وحطينا اللحمة مفرومة، وحطيت من تحت بقى كده شوية زيادة، حطيت البتنجان. فاحنا ممكن نقسم براحتنا ونعمل اختراعات جديده وجميله. هنعمل برضو الشاي بالليمون دلوقتي، واميره هتكمل بقى. انت قلتي لي حاجتين في الفاصل، قلتي لي على كميات الاكل وعلى اليوريك اسيد، قولي لي الكميات الاكل يعني لا اهم حاجه انا اشوف عدد افراد الاسره قد ايه، اعمل على قدهم بالظبط. دي حاجه مهمه جدا جدا، فقللت معايا وفرقت جامد جدا. فان الواحد ما يعملش اكل زياده، هي الاكل على قد الاكله، وبحيث ان الواحد ما يغرفش زياده، هي دي كمان بوينت مهمه جدا. والسلطه، ابتدي بالسلطه والشوربه، دي نصيحه كانت فعاله جدا معايا. حسيتي فعلا واحد بيشبع قبل ما بيبتدي يخش في الاكل. والسلطه بحط فيها كل الالوان اللي خلقها ربنا، يعني كل حاجه خلقها ربنا سبحانه وتعالى بحطها في السلطه. هايله، دي بتفرق جدا، بتفرق في وش الواحد، في بشرته، في كل حاجه، في النشاط، حتى النشاط بيفرق جدا في الهضم. يعني بدايه السلطه دي فرقت معايا جدا جدا. صح، لان كتير بيعملوا رجيم ويجي لهم امساك ويبقوا مش عارفين. دي كانت من ضمن الحاجات اللي زمان كنت بعملها غلط، وابتدي بقى اخد حاجات ادويه وحاجات مش عارفه ايه، وطول النهار الواحد ما كانش لا عارف يخرج ولا يعمل اي حاجه بسبب الادويه اللي كان الواحد بياخدها. في حاجه بس عايزه اقولها برضو اضافه، موضوع العشر نصايح، هي حاجه كلها حاجات صحيه وما تقلقوش منها، لكن برضو اللي بيعاني من اي مشكله لازم يستشير دكتور، ارجوكوا لازم استشاره دكتور. انا يعني خبيره تغذيه ودارسه وكل حاجه، ما ينفعش الواحد يدي حاجه لحد من غير ما يكون مشخصه. فاللي عنده مشكله معينه لازم يروح للدكتور، لكن هي تنفع العشر نصايح تنفع للشخص السليم 100 100، ما فيش مشكله، لكن للي عنده مشكله لازم يروح للدكتور. باكد كذا مره علشان برضو احتياطي، عشان محدش يرجع يلومني باي شكل ما ان شاء الله. طيب كملي بقى الاستبدال بقى الحاجات اللي بتزود يعني انا عندي في البيت مريض يوريك اسيد، فانا ابتديت استبدل كل حاجه بعملها، كل حاجه بناكلها، البشاميلات بناكلها، كفت بناكلها، كل حاجه، بس بستبدلها بقى بايه؟ فراخ وسمك والتوابل. هايلة، برافو عليك. انا عندي عشق بحاجه اسمها توابل، بس اكتر من اللازم بتضر، يعني بالكميات المعقوله. صح طبعا، لان خصوصا برضو المريض اليوريك اسيد الصداع النصفي بيبقى عنده مشكله ان هو الازيد من الجنزبيل، الحاجات لو زادت عن حدها بتفرق جدا. صح، بتعمل نوبات وبتزود، فكل حاجه باعتدال. عايزاكي تصبي بس عشان انا عايزه نوري الشاي عشان ما تسال عليه كتير. هنحط نصب دلوقتي، نحط الشاي، الميه السخنه على الشاي عادي خالص، بس ما تذوقي. ايوه، اللي مش للاخر خالص عشان عايزه احط لسه معاها الليمون. ده بقى قصه الشاي بالليمون اللي هي بعد الاكل، بعد الاكل بنص ساعه تفرق جدا. هنحط عليه سكر دايت مش سكر عادي عشان ما يبوظش الدنيا، السكر العادي هيطلع جسمنا من الحرق. هنحط عليه عصره الليمون اهو، هتلاقوا الشاي غير لون. وبقى في حد واحده مدام كلمتني قالت لي على موضوع القرفه، نزودها، فكره هايله هايله، قرفه والجنزبيل، لو في جنزبيل كمان بيفرق. بيفرق بجد؟ انا ما جربتهاش بصراحه. بيفرق في الحرق بعد الاكل، بيفرق في الحرق. ده بس احنا كده غيرنا من طعم الشاي خالص. ما هو يعتبر زي اعشاب، يعني ما نخليها مش شاي. أيوة، نخليه حاجه كده نفكر انها تكون اعشاب فعلا.
حاجه بس لازم تكون بعد الاكل بقد ايه، تكون بعد الاكل بنص ساعه علشان الجسم يلحق يمتص الحديد اللي موجود جوه الاكل، غير كده الجسم ما بيلحقش يمتص الحديد. بصوا بقى الحركات دي، انا حطيت خلاص زيت الزيتون، حطيته في الدريسنج مع الرمان، مع دبس الرمان، الرمان نفسه حطيناه، مش عايزه اقول لكم على فوائده رهيبه. هنحط، انا حطيت عين الجمل اهو، عين الجمل بيشبع جدا، في دراسات بتقول اللي بياكل عين جمل كل يوم، بس مش كتير، كام واحده، 3 4 وحدات كده، بيبقى الشبع عنده احسن بكتير عن الناس اللي مش بتاكل عين جمل. بصوا بقى طبق السلطه ده هحطه هنا قدامي، يعني بصوا سعراته قليله جدا، خصوصا لو احنا راعينا ايه، راعينا ايه، ان احنا ما ناخدش الجبنه دسم عالي. الشوكولاتات دي هنحطها دلع، مش عشان تتاخد خالص مع الشاي بالليمون، ده تاثيره هايل لو احنا خدنا الشاي بالليمون امتى، بعد الوجبات بنص ساعه، بتفرق جدا جدا معانا. في اي حاجه عايز تقوليها قبل ما نختم؟ عشان لازم نختم. التحاليل مهمه جدا. ايوه تحاليل ايه بقى؟ تحاليل الدم، الانيميا والغده، التحاليل ديت اعرف جسمي ناقصه ايه من معادن، الموضوع ده هيفرق جدا. صح. يعني انا ده من اساس اهم الحاجات، اساس هيساعد في معدل الحرق، لان يعني انا معدل الحرق كان وقف وانا مش عارفه. وقلتيلي كمان الحديد، انت عندك الهيموجلوبين والدنيا اتحسنت بسبب جدا، انا حللت بعد 6 شهور الدنيا فرقت جدا جدا. انا مبسوطه جدا بوجودك بجد، ميرسي قوي قوي. للاسف لازم نختم، يا رب الحلقه تكون عجبتكم والوصفات تكون عجبتكم، الفته والسلطه والكيكه الفظيعه دي والشاي بالليمون طبعا. خليكم هنا في قسم الدايت احسن. اشوفكم يا رب على خير في حلقه جديده بكره ان شاء الله على الهواء، ومستنيه مكالماتكم. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله. Thank you.